قبل ما اروح الفاصل ناس كثير قاعده ترسل لي ايش عندك اخبار على النصر. طبعا انا اخر 24 ساعه قاعد اشوف والله حال النصراويين، تعرف ذي اللي كذا واصبر وانتهت وخلاص، واللي يحب كذا ويحط لك ساعه رمليه انه خلاص قربت الامور تنتهي، بعد ساعتين يطلع لك واحد يقول لك لم يحدث شيء، بعد الواحد الامور تحدث، يعني لعبوا في نفسيه واعصاب جمهور النصر، كل اللي يدور ريتويت والله ما عندنا اخبار وبنتعامل مع الاشياء الرسميه، كل اللي نعرفه عن النصر انه مشكله النصر داخل نادي النصر يحلونها بعدين يشوفوا مشاكلهم اللي برا، بس ما حتحل ولا مشكله برا وانت جوا امورك حايسه، خلص الامور جوا علشان تعرف تحل المشاكل برا، هذا اللي انا اعرفه. لكن اجتماعات مع اجتماعات، مين بيمشي مين بيقعد، كاسترو بيروح كاسترو بيقعد، ماني بيطلع ماني بيقعد، قويدو بيمشي قويدو بيقعد، المهيدي بيتراجع على الاستقاله، الاداره بتجتمع معاه، في ناس يقولون بيعطونا الصلاحيات وفي ناس يقولون بيعطونا الصلاحيات بعد ما تغلق الفتره، تعال خلاص اغلقت الفتره خذ الصلاحيات يا ابو مهيدي سوفيا. فإلى الان ما في ولا شيء واضح ولا في اخبار رسميه حول كل الاخبار اللي طلعت في الفتره الماضيه التي قد تكون كلها من اولها لاخرها كذب مش صحيحه، ولذلك على المشجع النصراوي ان يتعامل مع الامور الرسميه اللي تظهر امامه، لانه الزحمه كبيره وكل قاعد يفتي وكل قاعد يعني يلعب في اعصاب هالجماهير. فاصل قصير بعده هنا.